الرحمة ما تعرفش جنسية ولا لون ولا نوع. الرحمة لغة الإنسانية اللي المفروض كلنا نتكلمها. هي دي الإنسانية بجد. انا في الدوخه. دوخه؟ جيب لي مويه يا ولد. دوخه في سكر نازل. سكر؟ سكر نازل. انا في الدوخه. ها؟ انا في الدوخه. كويس؟ في الدوخه. دخ جاك في السكر. سكر تحت. شكرا. شوية أنا أجلس. شوية بس أجلس بس. أجمع. أجيب حلا كوكيز. أنا. الحمد لله. كويس الحين. كويس. الحمد لله. أبغى زيادة. شيل كمامة عادي عادي عادي. لا 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 ممكن سكر. أبشر. أنا في. ما بكره هذا أنت في سكر أنت. في قياس. في سكر. قياس. سكر تحت. انسدح 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 خلي دم يجي دم يجي راس ما يجي دم. خلي دم يجي راس. خلينا نشرب. كمان عشان نشرب بس. عشان نشرب. لو سمحت. شوف شوف. أنا في سواق ودي مستشفى. والله شكرا. ها؟ والله شكرا أنا في دوام شوية باقي بعدين أنا روبيت. ودي مستشفى ما في مشكلة. والله شكرا. أنا موجود سواق برا. الحمد لله الحين كويس. الحمد لله. الحمد لله. أتصل إسعاف طيب. والله شكرا. والله شكرا. الرحمة ما تعرفش جنسية ولا لون ولا نوع. الرحمة لغة الإنسانية اللي المفروض كلنا نتكلمها. هي دي الإنسانية بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فيصل الزهراني برنامج الصدمة على MBC. يعطيكم العافية. كنت أول ناس تدخلتوا على طول. ليش؟ فجأة هو طاح فخفت والله بس الله يسعد الولد اللي كان ذاك الولد الله يسعده هو دخل هو اللي ساعد أنا ما قدرت إنسانية ويبقى إنسان ما فكرت إنك تمشي لا لا أنا مستحيل الله يعطيك العافية كيف بنمشي لا لا الموقف هذا أنا لو أنا صاير بي الناس يساعدوني يعني ما راح مهما كان يعني عامل نظافة رجل أعمال وتبر إحنا بشر وما لنا غير بعض يعني الواحد مهما كان أخوك يعني مهما كان من أي جنسية من أي ديانة فتشوفها بحاجة لك لابد أنك توقف مساعدة يعني هذا شيء واجب أحس واجب إنساني قبل ما يكون يعني التزام ديني ليش ما تركته عادي؟ أخي إنسان عامل نظافة يتعب وينظف لازم نساعد عامل نظافة هو من يعني جاء البيئة نظيفة يعني من حقنا نساعده يعني كان لو حتى اللي يكون مختلف جنسية هذا يكون إنسان يعني غيرنا غيره مثلنا مثله ما أقدر أقعد. ما أقدر أقعد. شرب شوية. الأمل دايما موجود طالما في ناس قادرة تساعد. أول عليكم العراقيين يا أبي. أول عليكم يا أبي. أول عليكم. أوليت هابط. قوم أسوق على كين. أوليت السكر مال. يلا يلا. دكوم. السكر حبيبي. شلون أقوم يا أبي ما أقدر. خليت واحد وياك وليت ما أقدر. السكر هابط. أي هابط السكر عندي. أوه يا أبي. أوه يا أبي. أوه يا أبي شكون أوليت. شربت مي أوليت شربت مي. لا لا عصير هذا مو السكر. الله يحفظك. على قدناه. أي هابط هذا السكر. الله دايم ما ماتت انا دا اشتغل دا اشتغل دا اشتغل دا اشتغل ابي اجور دا اشتغل والله دا اشتغل اجور دا اشتغل اجور لا لا انا مقتنع برزق يما بس خلص ان شاء الله ارتاح يا حبيبي رحم الله والديك هسه شوي ارتاح انا متعود عليها متعود عليها شيل دواك وياك اوقف
شوي يعني شوي السكر مات، متعود على هالطريقه يا ولد، متعود دائما السكر بنيتي ينزل عندي. بس شيل هذا خليه حجي.